في يوم مش فاكر من حياته اي حاجة. سأل نفسه انا مين وقام يدور على اجابة، لقى في دولابه صورة صاحب عمره قال محمد انا فاكرك، وبدأ يجي في باله اكتر من مشهد. لقى موبايله لقى الرقم طلبه بدون تفكير، رد صاحبه بيا يا صاحبي فينك من كتير، انا فقدت ذاكرتي عشان كده اتصلت، خليها تحكي لك ازاي عشان هبعت طوب الارض. بعد ما اتقفل في وشه سأل نفسه مين اللي انا بعت عشانها صاحبي، وهو بيسأل نفسه لقى دبلو تحتيها ورقة، مسك الورقة وبدأ يقرأ. صعب علي قبل ما كنش أم أتمنى تفهم، انهار وكسر كل حاجة جت في طريقه اتجنن. فين وفين أدرك إن ده مش حل، استسلم بيحاط بذكرياته مع مراته كأنه فيها، أي نعم ناسي كتير لكنه افتكر حبه ليها. حياتنا النسيان يعتبر مرض ولا نعمة، اغلب ذكرياتنا حمل تقيل اكيد نسيانها اعفى. استسهلنا الغلط واتجاهلنا صوت ضميرنا، دايما نشبع رغبات دلوقتي على حساب مصيرنا. فحياتنا النسيان يعتبر مرض ولا نعمة، اغلب ذكرياتنا حمل تقيل اكيد نسيانها اعفى. استسهلنا الغلط واتجاهلنا صوت ضميرنا، دايما نشبع رغبات دلوقتي على حساب مصيرنا. بعد يومين طوال قرر ينزل بين الناس، قعد على قهوة قابل عجوز مسمينه الخال. سأله مالك يا ابني شايل هم الدنيا لوحدك، رد نسيت الناس والناس نسيتني اللي يضحك. ضحك الخال الواد اتنرفز سأله ايه مشكلتي تافهة، رد يا ابني انا ابني رماني في الشارع اديني مرضك لفة. في الاخر خد ويكشف له وقال له يا ابني ثق في الله، والدكتور طمنه هتفتكر بالوقت والعلاج. رجع بيته وحبس نفسه لمدة اسبوعين، ادوية وتمرينات ذاكرة بالكاد افتكر شيء. قبل ما ينهار عصبية قال ينزل يرغي مع الخيل، قعد مستني على القهوة وزهق بعد تالت شاي. سأل القهوجي عليه رد القهوجي بكره غريب، الخير ربنا افتكر والله ما اعرف ليه ناسيك. طلع محفظته يحاسب كان زعلان قد ما مذهول، وقعت من محفظته صورة الخيل بمعنى اصح ابوه. اللي ناسي بيجري ورا ماضيه ولو دقيقة دقيقة، واللي فاكر نفسه يبدل الحقيقة بصفحة جديدة. لو قدامك فرصة تصلح غلطة ما تسيبهاش، غيرك اتأخر على ما فهم ان الحياة ما بتستناش. اللي ناسي بيجري ورا ماضيه ولو دقيقة دقيقة، واللي فاكر نفسه يبدل الحقيقة بصفحة جديدة. لو قدامك فرصة تصلح غلطة ما تسيبهاش، غيرك اتأخر على ما فهم ان الحياة ما بتستناش. We'll be right back.